وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن المجلس أقر قوانين مهمة تمس حياة المواطنين خلال دور الانعقاد الثاني. في دور الانعقاد الثاني في حالة نضج وزخم كبيرة في المجلس، وإجادة لاستخدام أدوات المجلس المتاحة يعني علشان يقدر يقوم بها بالمهام المكلة إليه. يعني برضو عايزين نقول إنه من أهم القوانين كان قانون المسنين، ده كانت من القوانين الهامة جدا في دور الانعقاد ده. قانون الرياضة كمان كان في استخدام الأدوات الرقابية اللي ما استخدمناهاش الدور الأول زي طلبات المناقشة، قدمنا أكتر من طلب مناقشة وكانوا مهمين جدا. نوعية الاقتراحات برغبة كانت مش موجهة بس لمناطق محلية أو محافظات بعينها أو بشكل خدمي زي ما معروف عن النواب، بالعكس كانت بتتكلم على عموم الجمهورية وعلى يعني المشروعات الهامة اللي بتهم المواطن بشكل عام مش بس في مكان محدد. ويمكن كان في استجابة من الحكومة على أكتر من مقترح وحتى من القيادة السياسية، إنه إحنا لقينا إنه لما تناقش مقترح تطوير الموانئ المصرية لقينا فورا بقى في قرار رئاسي بيضخ 100 مليون جنيه علشان تطوير الموانئ. فعليا بعد قياس الأثر التشريعي، أو القانون ده صادر بقاله 5 سنوات، كان صدر سنة 2017، كان القانون رقم 71، تمت متابعة القانون وقياس الأثر التشريعي بتاعه، وبناء عليه وجد أنه بحاجة إلى بعض التعديلات في أحكامه. التعديلات دي شملت حاجات كثيرة قوي، شملت يعني توسعة شوية الصلاحيات للاتحادات النوعية، محافظة أكتر على الرياضيين، بعض المواد اللي بتحافظ أكتر على المنشآت الرياضية وعلى الجماهير. نقول ليه بنهتم بقانون الرياضة؟ بنهتم بقانون الرياضة نابع من اهتمامنا المباشر بالشباب، واهتمام الشباب جاي من اهتمام سيادة الرئيس بالشباب بشكل كبير.